أعربت مصر عن صادق مواساتها لدولة فلسطين الشقيقة إثر حادث الحريق الذي اندلع بمبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين. وفي بيان لوزارة الخارجية، قدمت مصر خالص التعازي لحكومة وشعب دولة فلسطين ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين ومؤكدة وقوفها إلى جوارهم خلال هذا الظرف الأليم.